ريال سوسيداد وايضا برشليين اللي احسنهم يلعبون في كولو كولو واحسنهم ايضا يلعبون في عديد النوادي في اوروبا في اسبانيا المانيا وكذلك انجلترا. رونالدينيو ومحاولة تمرير من بعيد فابيانو يفعلها ويفتح باب التسجيل لصالح البرازيل. هدف مغاب مباغت وعكس مجريات المباراة. فابيانو يمنح البرازيل فرصة التفوق في العشرين دقيقة الأولى من عمر المباراة بهدف غير منتظر وغير مرتقب. رونالدينيو يفعلها يضع الكرة وسط مجموعة كبيرة من اللاعبين وفابيانو بالرأس يؤكد الثقة التي وضعها فيه المدرب كارلوس دونغا ويفتح باب التسجيل للبرازيل. وأي هدف في أي ظرف في أي لحظة في أي لحظة لحظات حرجة كان يمر بها المنتخب البرازيلي يعود من بعيد وكأن انه يريد ان يرد اليوم على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وعلى انتقاداته للاعبين البرازيليين واعطاء المثل لبيليونيل ميسي حيث كان الكثير من اللاعبين ردوا على الرئيس البرازيلي بردود ايضا كانت عنيفه وقويه ولم يعجبهم الامر حتى ان احد المونديز هشوف الاعاده من رونالدينيو والضربة الرأسية الممتازة عن طريق قلب الهجوم لوي فابيانو. قلت اللاعب فرنانديز نشيط جدا نجده في كل